قال الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين إن التعليم إذا صلح تصلح كل القطاعات الأخرى، لأنه الأساس في رفد المحافظة بأجيال مثقفة ووعية، مؤكدا خلال حضوره الاحتفال الأدبي للخطابة والذي أقامه النشاط المدرسي في مديرية تربية صلاح الدين، سيكون هناك تركيز على إضافة مناهج تتماشى والحالة التي مر بها العراق. سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل. ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. حزني وألبسه رغما وأظهر للرائي كمحتفل، أن اتجهت أرى هما يحاصرني يكاد يقضي على عزمي على أملي. مجد بناه رسول الله يصرخكم، عار على ضاحك في مأتمي جذلي. على قناعة مطلقة بأن التعليم إذا صلح تصلح كل القطاعات الأخرى، لأن هو الأساس في رفض المحافظة بأجيال مثقفة وواعية، فسيكون هنالك تركيز على إضافة مناهج مخصصة لتتماشى مع الحالة التي مر بها العراق، وأن ننطلق انطلاقة جديدة، وسننطلق من التعليم إن شاء الله. حضرنا هذا اليوم لقسم النشاط الرياضي المدرسي للمشاركة في الاحتفال في المهرجان اللي أقامت النشاط الرياضي المدرسي للخطابة والشعر للمديرية العامة للتربية صلاح الدين. حقيقة كان حضور متميز للطلبة في هذا المهرجان، ما ينم عن هناك قدرات وكامنة لدى كثير من ضمنان الطلبة في على مستوى المحافظة. استطاع قسم النشاط الرياضي المدرسي أن يخرج جزء من هذه الطاقات الموهوبة لدى أبنائنا الطلبة، والحق الحمد لله كان أداء الطلبة متميز حقيقة. أغلب يعني كثير من الطلبة كان أداءهم متميز، وخصوصا في يعني الأيام الأولى من إقامة المهرجان بالنسبة للتلاميذ وكذلك الطلبة المتوسطة والثانوية. برعاية السيد أمجد محمد أحمد مدير عام تربية صلاح الدين وبتوجيه وزارة التربية وفق الخطة اللامركزية للوزارة والبرنامج التنفيذي لمديرية النشاط المدرسي، يقيم النشاط المدرسي المهرجان السنوي الأدبي للخطابة والشعر الطلابي للمراحل الدراسية كافة. ما موجود اليوم داخل هذه القاعة هو نتاج تصفيات أقيمت في المدارس من قبل مدرس اللغة العربية ومعلم اللغة العربية، أن يأتي بأفضل 4 طلاب وتلاميذ لهذه التصفيات التي تسبق التصفيات النهائية التي ستقام بعد في النصف الثاني من العام الدراسي. حقيقة ما نبغيه من هذا المهرجان هو أن، طبعا هذا المهرجان هو خاص للمواهب، وما نبغيه هو أن يكون للطالب خطاب رصين، خطاب أدبي رصين يمكنه من أن يكون طالب مثقف يمتلك ملكة الإلقاء، يمتلك مفردات رصينة، لا سيما اللغة العربية بحر كبير من المفردات ومن الكلمات المترادفة ومن الإعجاز أيضا.